اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وبنعتذر عن الصعوبات الفنيه اللي عندنا، بس يمكن من اهم فقراتنا النهارده كان لازم ننوه عليها، وهي عن احد الموسيقيين، وهو موسيقار كبير مصري من علامات المصريين في الموسيقى، ونركز على كلمه المصريين. رعى الكثير من المغنيين، طلع على ايديه اجيال جديده، وسمعنا اصوات كتير. مين ينسى يا بنات، ما تنسوش ان الجواز راحه، ما تفتكروش ان الجواز راحه، ليه اغاني كتير جدا محفوره في وجدان المصريين. وبما انه ثوره 25 يناير كانت مليئه بالمزيكا ومليئه بالموسيقيين، ميدان التحرير كان مليء بالموسيقيين، هيكون معانا النهارده استاذ هاني شنوده يكلمنا عن رايه في الثوره، وهيكون معانا كمان فوكاليست او ثلاثه من اكتشافاته. نصبح عليهم. صباح الخير يا استاذ هاني. صباح الفل. هيكون معانا كمان استاذ ايمان يونس الفوكاليست. صباح الخير. طبعا. وهيكون معانا زجزاج. صباح الخير. صباح النور. وصباح الشعر. وهيكون معانا كمان فادي الالف. صباح الخير يا فادي. صباح الخير. استاذ هاني، لو اتكلمنا، انا قلت في المقدمه انه يمكن من اهم مقومات ميدان التحرير وهي الثقافه والمزيكا والموسيقيين والفنانين. حضرتك شايف تأثير الموسيقى في ثورة 25 يناير عامل ازاي؟ هو تأثير متبادل. المزيكا أثرت كتير قوي في الثورة، والثورة أثرت كتير قوي في المزيكا. أولا، خفة الدم بتاع الشعب المصري في ميدان التحرير دي انعكست على الأغنية. يعني ما أظنش كان في أغنية اتقال فيها عايزين رئيس ذكر، ما كانتش رقابة تسمح. مطلوب رئيس. مطلوب رئيس. بس كلمة دكر دي ما كانتش. مطلوب زعيم، أنا آسف. مطلوب زعيم. مطلوب بطاطس، بس إحنا بنتكلم في كلمة دكر. دكر دي ما كانتش تجهزها اسمه إيه ده؟ الرقابة. لكن خفة دم الناس ابتدت تتكلم اللي في قلبها. فإنك تحس إن أنت حر لازم يطلع فن. إلا إن الفن أرضيته الحرية، مش القهر ولا الكبت ولا الظلم ولا الحاجات دي. طب حضرتك شايف ان في اغنيات قربت، ممكن يعني ممكن تقرب وجهات نظر وممكن تفرق وجهات نظر، خصوصا ان في اغنيات يمكن كل المصريين بعد الثوره بيسمعوها في كل شارع في بلادي، يمكن يا الميدان دلوقتي، يعني في اغاني كتير اثرت جدا في الناس. ما هو خلي بال حضرتك ان الاغنيه اثرها مش فوري. انا سوري، عايز اضيف بس كلمه صغيره كمان، انه ظهرت اغاني عبد الحليم تاني ورجعت في الميدان. يعني في الحاجات الجديده وفي القديم اللي رجع من 60 سنه، رجع كانه النهارده والناس كلها حاسه بيه، والناس كانت بتغني في الميدان صوره صوره صوره، يعني كانت حاجه مفرحه. وفي الشيخ امام طبعا، ما تنساش اللي هو ثوره على الثوره. خلي بالك، ما هو ده موضوع كويس قوي، اللي هو ايه، كل الناس المناضلين ظهروا في الوقت ده، لان وقت النضال وقت كفاح، فالاغنيه تستخدم كده وكده. يعني الاغنيه بتاعت عبد الحليم استخدمت علشان تقوي ثوره 23 يوليو، استخدمت عشان تقوي ثوره 25 يناير، نفس الاستخدام بس مش نفس الناس اللي استخدموها. يعني بالزبط. كان في سياسه اياميها، ايام 52 كان مجلس قياده الثوره والضباط الاحرار، كان في اتجاه ثقافي انه نعمل ده، وكان في استخدام التاثير الثقافي على الاقطار العربيه كمان المجاوره عشان ترفع درجه الوعي. مظبوط. لما الاستاذ صلاح جاهين كتب لنا اغنيه مثلا بتقول حريه والدنيا حريه، لا تحكم في حبيبي ولا يتحكم فيا، الاغنيه دي راجل يستخدمها مع الست والست تستخدمها مع الراجل، لان ايه؟ الاغنيه زي السكينة، الأغنية تذبح بيها أو تقشر برتقانة، هي السكينة مالهاش دعوة. فالأغنية أنت ممكن تستخدمها استخدام غير اللي هي اتعملت له، لأنك بتستخدمها بطريقتك أنت. كويس؟ فثورة يوليو عملت الأغاني بتاعت ثورة يوليو بتاعت عبد الحليم، وكان الهدف منها تقوية الثورة، بس مش تقوية الثورة، بعد شوية تقوية النظام. بعد شويه بقت الاغنيه دي بقت ضد النظام في 25 يناير، هي لان الاغنيه مالهاش دعوه. انت بتستخدمها ازاي؟ طيب استاذ هاني، بما انه حضرتك من صناع النجوم على مدى سنين طويله في مصر والوطن العربي، اولا عايز اعرف راي حضرتك في الوجوه واشكال الموسيقى اللي ظهرت، اللي جزء كبير منها متاثر بالغربي، لكن مع مزج كده
حاجة متميزة بتاعتنا كمصريين، أعتقد إن هي مختلفة عن كل الموسيقى حتى المتعربة. والجزء الثاني بما إن حضرتك برضو صانع النجوم، فعايزك تقدم لي نجوم المستقبل اللي معاك، تعرفني بيهم ونعرف إحنا هنسمع منهم إيه. طب أنا بس ليه اعتراض على كلمة غربي؟ ليه؟ إحنا كنا ماشيين في سكة، وبعدين فرقة المصريين غيرت المسار، ما غيرناهوش للغرب أبدا. إحنا دخلنا العلوم الموسيقية اللي درسناها، يعني كان دايما الأغنية مونوفونيك. بمعنى إيه؟ مثلا عبد الحليم بيغني أهواك، يبقى على المسرح الكمانجة بتقول تاتي، الشلو أم أم، الكونترباس تيك تيك، كله بيعمل نفس النغمة اللي بيقولها المطرب. احنا جينا بقصة تانية بقى خالص، اللي هي ايه؟ اللي هي حررنا الوتريات، عملنا حاجة اسمها هارموني في الفويسز، دي لغاية النهاردة بتعمل لغاية النهاردة، لكن البداية خالص ما حدش عمل ده قبلنا. كويس؟ بس دي علوم موسيقية ملهاش دعوة بالغرب والشرق وكده. بس هو على فكرة يعني هو مش عيب انه نقتبس ونستخدم الآلات الغربية، لان هم في المقابل عفوا هم بيعملوا كده كمان. يعني حتى الجاز، كان عندنا فرقة جاز من قريب كانوا رايحين يلعبوا مع فرقة الطبول النوبية، ان هم كل يعني الموسيقى الناس كلها بتسعى انه تزيل الحواجز ما بين البلدان كلها. لا معلش، بس انا بتكلم في نقطة محددة. الكلام اللي حضرتك قلته مظبوط جدا، والفيوجن ده موجود، ان ناس تدمج اسلوبين مع بعض. لكن انا بتكلم في ايه؟ في ان مفيش حاجه اسمها طب غربي. لا، الطب ده حاجه عالمي اسهمنا فيها احنا، واسهم فيها الروس، واسهم فيها الامريكان والاستراليين والحكايه. فمفيش حاجه اسمها الطب الغربي واحنا عايزين طب غير الطب الغربي، والكلام ده كلام فاشل. ليه؟ اللي اكتشف دوره الدم الصغرى ابن النفيس، يوم الامريكان يقول لا مش عايزين دوره دم صغرى عشان يكتشفوها الحرب، الكلام ده كلام الجهل. انا درست علوم موسيقيه، اللي قبلي كلهم طلعوا اشتغلوا في الاغنيه المصريه، شرقي يبقى مونوفونيك، ويجي يالف كلاسيك يالف زي ما هو خد العلوم الموسيقيه. لا احنا قلنا لا، الكلام ده مش مظبوط. فعملنا ايه؟ اللي درسناه عملناه زي بالظبط. الدكتور المصري بيعالجك، مش بيعالجك بالطب الغربي، بيعالجك بالتجريبي. الناس جربت 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 وصلت لنتيجه. ده علم الانسانيه عموما يا استاذ، يعني انه ده ملك الانسانيه كلها. حل. خلينا نرجع بقى لايه؟ للمزيكا، عشان الناس ما تزهقش، واكيد الناس مستنيه ان هي تسمع اخر حاجات لاستاذ هاني شنوده. المفروض استاذه ايمان يونس هتغني لنا قطير، فياريت بس تعرفونا بالأغنية، ياريت أستاذة إيمان تعرفينا بالأغنية. أنا بس عايزة أقول لك حاجة في الأول. اتفضلي يا فندم. طبعا مش بعتب عليك، لكن أنا مش من وجوه المستقبل. لا أنا عارف. لا أنا بتكلم على زيجزاك وفادي. لا معلش، يمكن الإعداد ولا حاجة كان. لا يا فندم خالص. أنا من الـ مش مؤسسين، لكن أنا من ضمن فريق المصريين اللي في الأول خالص. وما تحسبوش يا بنات ان الجواز راح والحاجات لا، مؤسسين كلها. لان صوتك على فكره بقى صنم الفرقه المصريه، لما كان الناس تسمع بنات كتير، او ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راح، او ماما ستو، او شوارع حواديت، كانوا بيعرفوا ان دي فرقه المصريين. بيعرفوها منين؟ من صوتك، كي اللي هي كي ستون. انا بس عشان هو حديث السن فمش واخد باله ولا لا عارف. انا حبيت بس اقول للناس عشان الناس عارفه. انا كنت بتعامل مع فرقه بيت. المصريين واكتشافاتها الجديده. حضرتك طبعا غنيه عن التعريف يا استاذه ايمان، ربنا يخليك. طيب هتسمعينا قطير. قطير بقى ظروف قطير ان احنا كنا عاملين اول لما نزلنا الميدان، غنينا صوره اللي انت بتقول عليها، وغنينا كل الحاجات دي، وغنينا يا ابويا مصر طبعا بتاعت هاني شنوده، وبعدين غنينا سلمية. فبعد سلمية مفيش سلمية، في أحداث الماسبيرو، أحداث وأحداث. فزي ما تقول حزنت أنا وهاني، والدكتور هاني زكي اللي موجود في أمريكا حزن أكتر مننا، مؤلف الأغنية. فبعت لنا الأغنية دي، فاستحسننا قوي الكلام، وطبعا هاني يعني لحنها بسرعة. فكرة الأغنية دي انها زي انا بعمل الفوكل وانا بعمل الغنى، يعني هو هاني
شافها كده، شاف ان كل حاجة انا ممكن اعملها يعني. ف يعني هي بتغني وبتعمل التوزيع تحت غناها طيب بصوت. بعمل كل حاجة سوقتونا بصوت. سوقتونا. لا انا عايز اقول بس حاجة على اتفضل يا فندم. اتفضل يا الكلام فندم. ده. الدكتور هاني زكي ده دكتور امراض نفسية في امريكا، من مشاهير الناس دلوقتي. كان بيألف لنا زمان، عامل لنا ابدأ من جديد، وعمل لنا لما كان البحر ازرق، واغاني كتير قوي. لما راح هناك انا بيتهيألي الراجل ده قدر يشخص بالظبط الحاله في ميدان التحرير او الحاله في مصر، عشان كده عجبني. وانا عجبني راي قالته ايمان، قالت الملحن بيتاثر بالكلام، انا بتاثر بالموضوع كله على بعضه لحنا وكلاما. وهو كاتب حته حلوه قوي، وارجو ان الساده المشاهدين ينتبهوا ليها. بيقول في ناس تقول اليأس مريح، وناس تضحي لأبعد حد. خلي بالك ان ده تشخيص نفسي جبار، يعني هو شاعر وعالم نفساني للشعب المصري كله. فقادر يلخص اللي قالوا عليه حزب الكنبة او كذا او كذا. بيقول في ناس بيقولوا اليأس مريح، احنا مالنا اللي يجي يجي، وناس تضحي لأبعد حد. شو اللي مات واللي فقد عينيه واللي مش عارف ايه، انا مش عايز اقول احمد حرارة مينا دانيال كل يكفي الناس. كل شهداء الثورة أيوة حتى أيوة الآن، أيوة واللي بالظبط لازم ناخد حقهم بالظبط. ولهم القصاص العادل. نقوم نغني؟ نسمع. اتفضل. طب احنا هنديها المايه المفروض ولا ليه؟ حضرتك ممكن تغني وانت قاعده لو تحب، ما فيش مشكله. اوكي اتفضل. اتفضل. أغنية أطير. يا ريت نفسنا كلنا نطير على فكرة. طبعا يعني يمكن الثورة بدأت بحلم، بس يمكن عايز أرجع مع أستاذ هاني إنه الثورة طلعت مواهب جديدة، الميدان طلع مواهب طبعا. جديدة. حضرتك شايف المواهب اللي ظهرت إزاي، وبعد كده عايزك بقى تقدم لي مواهبك الجديدة. أنا شايف اللي طلعوا كلهم عندهم شخصية، ودي الحاجة المهمة جدا جدا، إذا كان حمزة نمرة ولا باقي الناس، في شخصية في الغنى.
وممتازين كلهم، حاجة تحفة على فكرة. ليه؟ لأن هي زي ما قلت لحضرتك في حرية، فكل واحد غنى بالطريقة اللي تعجبه، غنى بالطريقة اللي تعجبه، هو ده الفن. الفن هو تميز، مش ان انا اقلد حد، مش ان يبقى في نموذج. يعني انا بكره قوي ما يجي واحده ست تقول لي بنتي بتغني بقى او حاجات ام كلثوم، تقول ام كلثوم. يا ستي خليها تغني على قدها دلوقتي، وبعدين بعد كده تتطور في الموضوع. لكن هي عايزاها تبقى ايه؟ عايزاها تبقى ام كلثوم تانيه. ده مش موجود في الدنيا. ربنا ما خلقش بصمه زي التانيه، ما خلقش وش زي التاني، ما خلقش حكايه التشابه اللي احنا عايزين نفرضه، ان ده ما دام ده كويس يبقى نطلع منه نماذج كتيره. ده الحاجه الوحيده اللي ضد الفن. الفن ان انا اكون مختلف. طب ايه اكتر الاغاني اللي عجبتك؟ طبعا اغنيه حمزه نمره بتاعت انسان انسان كويس، وبعدين التحرير اللي صوته مبحوح فادي، أمير عيد بالظبط، وبعدين في واحد الناس يا بلادي يا بلادي طبعا، ويا بلادي يا بلادي طبعا بلادي طبعا بلادي. طبعا كل شرف. وبعدين أنا عجبني قوي بلادي اللي عملوها من لحن الأستاذ بليغ في بحر البقر، وإن هم كتبوا ده بقى إنسان مصري محترم اللي يقول إحنا خدنا لحن بليغ في الحتة الفلانية وكملنا عليه وعملناها بطريقة تانية. وعلى فكرة الأغنية دي ما تسمعها كل جسمك يا أشحر، خاصة بقى اللي زي حالاتي اللي حضروا بحر البقر وكانوا متأثرين جدا إن الأطفال دول يموتوا وكذا وكذا. عمل لنا بين ده وبين ده لينك، إن الاتنين نفس الحكاية. أيوه كوبري، نوع من أيوة. الكوبري. أيوه. وفي أغنية حلوة قوي كمان بتاعت فرقة اسكندريلا الشهيد، تلحين حازم شاهين، حلوة قوي. في حاجات كتير جدا حلوة. طيب استاذ هاني، ختاما لكلامنا قدم لي مواهبك الجديده عشان نسمع منهم بقى الاغنيه الثانيه النهارده. انا بقى هقول لك ان فادي الفي مرشح ان هو يكون كرونر بتاع مصر. كرونر اللفظ ده مش معروف قوي في مصر. كرونر اللي هو الشخص اللي يقدر يعمل حاجه رومانسيه على اعلى مستوى من الرومانسيه. جميل. كويس؟ ولكن ايه؟ لها مواصفات. اما زجزاج فمرشح ان هو يكون مطرب جبار. انتوا هتحكموا يعني، بلاش انا اتكلم انا عليهم، لان طبعا دول برضو في الاخر ولادي. هو زجزاج كمان مميز بشعره يعني. تهيألي زجزاج مصر، مش يعني زجزاج مصر. ايوه زجزاج مصر بالظبط. انا عندي حاجه بس، ان القرد في علوم وغزال يمكن انا شايفهم بطريقه احسن من اللي هي مفروضه. لكن طيب انا عايز بس حضرتك تقدم لنا الاغنيه اللي هم هيغنوها، خصوصا ان هي ليها طابع ديني شويه. بص بقى عشان يبقى واضح للساده المشاهدين كلهم، واحد بما انه اله واحد لا اله الا هو، يبقى اديانه كلها واحده ولازم نحترمها، ولازم نحط كل انبيائه على راسنا من فوق. وكي حته ان لا مين احسن من مين دي تكسر الدين من اصله. وكون انا اقول او اعلن ان الاخر مش مظبوط او كافر زي ما بيقولوا، ده يفقدنا الثقه في الاديان عموما. لان بما انه اله واحد فهو دين واحد بتجليات، التجلي اليهودي والتجلي المسيحي والتجلي الإسلامي، ثلاثة قال عليهم ربنا لسيدنا إبراهيم إن أنت راجل مسلم. فالإسلام من زمان قوي، الإسلام بمعناه الحقيقي أن تسلم وجهك لله وما تأذيش أي بني آدم، وتعرف إن لا إله إلا هو. إحنا جبنا الدكتور محمود مرسي، وده دكتور أسنان وشاعر جبار الحقيقه، وعمل معانا سوكسي جامد امبارح، وكتب الـ الـ الاغنيه دي. كتب الاغنيه دي على سيدنا محمد وسيدنا عيسى من واقع القران، لان على فكره القران انصف سيدنا عيسى اكتر من الانجيل كمان. ان احنا ما عندناش في الانجيل ان هو تكلم في المهد الصبي، ما كناش نعرفها.
صح؟ وقال وجيه في الدنيا وفي الآخرة. فاحنا خدناها من المصحف لانها اكثر دلاله. ليه؟ لان ما كانش ما حدش بيتكلم عن نفسه. لا بس مكتوب برضو في الانجيل ان هو يعني كان يتكلم في المجمع وكان قاعد بيعلم وهو صغير يعني. لكن في المهد دي حاجه تانية. اه لا في في المجمع المهد دي معجزه ما جاتش عندنا ولا جت. طيب خلينا نرجع لده، لانه الاسلام كمان يعني القران فيه سوره للسيده العذراء مريم وهي خير نساء العالمين، ده وسوره لآل عمران. طيب نقدم الاغنيه، لانه الاغنيه اسمها صلوا، فاحنا قلنا حضرتك جبت دكتور محمود مرسي وكتبته الاغنيه، واتمنى يعني انا اسيبكم مع الاغنيه. انا بشكر الفنان الكبير استاذ هاني شنوده، أستاذة إيمان يونس عضوة فريق المصريين والمؤسسة في الفريق، بنشكرك جدا وأتمنى ما تكونيش زعلتي مننا. لا ما هو أنا حصل عارفة خلط معلش بس خالص. لا 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 هو حصل خلط إن أنا اتكلمت بس يعني ما حدش أنا عرفت من حضرتك إنك أستاذة هاني فرقة المصريين. طيب نسمع منكم بقى زجزاج وفادي، اتفضلوا نسمع منكم أغنية صلوا. بعد الأغنية هنطلع فاصل على طول ونرجع نكمل بقية فقراتنا في نهارك سعيد. احنا بنعتذر في الكنترول دلوقتي هيظبط لنا الاغنيه استاذ هاني. طب انا عايز قبل بس ما نرجع للاغنيه ويكون تكون الكنترول ظبط لنا الحكايه، عايز بس اسال سؤال اخير بما ان احنا عندنا وقت يعني لسه حاجه بسيطه لغايه ما نعمل ده. حضرتك كنتوا عايزين تقولوا ايه من الاغنيه؟ احنا عايزين نقول احنا شعب واحد، اديان مختلفه، لكن كلنا رايحين ربنا كل واحد بطريقته، وعايزين نقول ان وحدتنا عامله زي ايه. انت عارف ان اقصى حجر في الدنيا هو الالماس. ليه الالماس ما بيكسرش وبيكسر كل حاجه؟ لانه متعدد الاوجه وذو اتجاه واحد. احنا عايزين بلدنا كده. طيب متعدده. هم جهزوا الاغنيه، مشاهدينا نروح نسمع اغنيه صلوا مع زجزاج وفادي الالف.
زي